فكره كل الناس اللي جايه دي برغم كل الظروف الصعبه اللي نيافتك اتكلمت عنها، مشقه جسديه ومشقه ماديه وطريق طويل على ما بيوصلوا الدير، وفكره الزحام كمان اللي كتير مش بيتحملوا يعني. بالظبط. جايين بقى بالقلب الكبير ده وفاتحين قلبهم، اللي موجوع واللي جاي يشتكي واللي جاي يطلب واللي جاي يشكرها. ايه بقى اللي حصل طول الفتره اللي فاتت دي؟ قول لنا، مروا عليك وقالوا لك يا سيدنا اللي جايين دول كلهم؟ على رأي، على حكاية يشكرها دي، دايما واحنا ماشيين كده في الدورة تلاقي ورقة يقعد، لا ما ما مثلا واحد كاتب زي يافطة صغيرة كده اشفعي فيه يا عضل، واحد تاني انا عايز طفل. امبارح فرحت ان لقيت تلات ورقات شكرا ليك يا عضل، فكل واحد ليه قصة مع الحضرة. انا احكي لك قصه بسيطه، هي حصلت من زمان مع حد من اخواتنا المسلمين. يعني حكى لي القصه دي واحد ذو منصب عالي عندنا هنا في اسيوط، مش منصب عادي، عالي. فقال لي من حوالي 25 سنه او 26 سنه اخته خدت حقنه غلط، اخته كانت سنه ونص، فخدت حقنه غلط بتسبب شلل. بالظبط، يعني جت في السياتيكا كده، ف راحوا يمين وشمال ما فيش. ست اسمها أم فلان من قرية جنبينا هنا، جارتها المسيحية اسمها أم فلان برضه. هو بيحكي لي بيقول لي الجارة المسيحية خالتي أم فلان حلمت بالعطر، قالت لها روحي عندي، خلي بالك عندي، روحي عندي في الدير وخدي إزازة زيت صغيرة واديها لأم فلان جارتك تدهن بنتها. فعملت كده فعلا وادت جارتها ازازة الزيت اللي خدتها من هنا. تاني يوم بنتها مشيت، كانت سنة ونص او حاجة زي كده يعني. فقال لي قعدوا كل يوم حد، الحد الاول من كل شهر يجوا يزوروا العذراء، يجوا يزوروا العذراء هما الاثنين لمدة مثلا حاجة 27-28 سنة. في مرة كان في يعني ساعة أحداث دير الأنبا صمويل يمكن من 5-6 سنين، فمدير الأمن كان مشدد إنه ولا حد مسلم يدخل، فقال أي حد مسلم يتفضل بعد ال 15 يوم بس مش أثناء ال 15 يوم. ودول جم، فالضابط بيقول لها معلش حضرتك اتفضلي بس دي ما، فقالت له بص يا حبيبي يا دخلنا احنا الاثنين يا تمشينا احنا الاثنين. بهدوء وورع دخل يقول للواء، قال طب هاتهم لي، جابهم دخل هم الاثنين قالوا له حصل كذا كذا كذا، فزي ما انت عايز احنا علينا دين لازم نجيلها. فدخلنا يتخرجنا، فقال له لا اتفضل. اقصد اقول انه ده انا دي قصه من قصص كثيره جدا، ودي عظمه كنيستنا وعلاقه شعبنا بالعالم. نيافتك كمان في عظة أمس أشارت إن بيجي لك كلام كتير عن معجزات كتير بتحصل طوال 15 يوم أو قبلهم مع الناس اللي هم جايين يقولوا العذراء شكرا زي ما احنا قلنا. كتير كتير خلال السنة يعني. كتير اللي هو خلال 15 يوم السنة اللي فاتت، سيادة العميد عادل يوم 11 أغسطس جينا قاعد على كرسي متحرك وكان مشتول شلل كامل لمدة 7 سنين. فأثناء الدورة سمع صوت جواه قال له روح كنيستك يوم الحد، وراح كنيست يوم الحد وحصلت معاه المعجزة. جالنا السنة دي يوم 11 أغسطس وهو مش على رجليه بقى. دي بركة كبيرة جدا طبعا، بركة كبيرة. يعني هو جه بيقول أنا جاي أشكر العذراء على اللي حصل معايا السنة اللي فاتت يوم 11 أغسطس، وهكذا. فكرة الأعداد الغفيرة دي أنا بعتبرها معجزة إنها طبعًا تمر بسلام طبعًا بخير، ناس تروح بيوتها من كل العالم جايين. فدي أنا بعتبر كل مرة ببقى قاعدة بتابع ونشوف من خلال نقل قناة ميسات، فأنا بقول ربنا يعني يحمي الناس دي كلها، العدرة حافظاهم طول الوقت. دي أنا بعتبر دي معجزة كل سنة. اللي بتقوليه ده يعني ديفنتلي أنا في نهاية الموسم ببقى عمال أصلي شكر إن كل حاجة عدت بخير في وسط الأعداد الغفيرة دي. طبعا دي إيد ربنا، حتى رجال الأمن الكرام وأنا عايز أشكرهم من كل قلبي كانوا بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الحنية. يعني أنا ما جاتليش شكوى واحدة. التقدير حلو قوي يا سيد. يعني والناس برضو بيتعاملوا يعني
مقدرين تعبهم، مقدرين تعبهم، بيقولوا حاضر. فال يعني هم نفسهم بيقولوا كون ان الموسم يعدي بسلام، دي ده ستر وده نجاح كبير كمان حقيقي. هم نفسهم بيقولوا ده ستر إلهي.